سيادة المستشار، يعني احنا بنتكلم عن الاحكام القضائية، يعني في كتير برضو ممكن يحصل على حكم قضائي. احنا بنتكلم في الغالب عن القضايا المدنية. في القضية المدنية لو انا صدر لصالح حكم قضائي، هل من حقي ان انفذ الحكم ده بمجرد صدور الحكم، ولا في طرق طعن؟ وطرق الطعن دي هل مرتبطة بمواعيد معينة؟ هو الحكم عشان اجي انفذه لما يكون صادر من المحكمة المدنية لازم يكون مزيل بالصيغة التنفيذية، ولما يكون مزيل بالصيغة التنفيذية يعني معنى كده ان انا بضطر ان انا اجيب يكون اتفصل في الاستئناف لصالحي وايد الحكم اللي صادر ليا، او بعلم بالحكم اللي انا خدته بيعدي مواعيد الاربعين يوم اللي هو خلال التاريخ المصرح به بالاستئناف، وبعديه باخد حاجة اسمها شهادة عدم حصول الاستئناف وبطلع الصيغة التنفيذية. غير كده انا ما بقدرش انفذ الحكم الا اذا كان تضمن الحكم، ودي في حالات استثنائية خاصة مثلا بمجلس الدولة، ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان. ده بالنسبة للاحكام الادارية. بالنسبة للاحكام الادارية. اما في الاحكام المدنية فلازم يكون في صيغة تنفيذية وبيتم تنفيذها عن طريق قاضي التنفيذ. لازم مضي 40 يوم. لازم يكون عدى المواعيد الاستئناف او الطعن عليه بالاستئناف، والاستئناف ما كسبوش، فبعمل الحكم بتاعي بعلن بجيب شهاده مع حصول الاستئناف انا من المحضرين، وبعدين بشمل الحكم بالصيغه التنفيذيه وبعلن بالصيغه التنفيذيه، وبعدين اخد اجراءات تنفيذ عند قلم تنفيذ الاحكام في المحكمه البدنيه. يعني الاستئناف ده يعتبر الطريق من طرق الطعن العاديه. الطريق من طرق الطعن العاديه، ويتم خلال 40 يوم في المواد المدنيه فيما عدا المواد المستعجله، وده بيبقى خلال 15 يوم. الطرق الثانيه اللي هي الغير عاديه اللي احنا بنقول عليها الطريق الطعن بالنقض، وده بيبقى خلال 60 يوم، او التماس اعاده النظر وخلال 40 يوم وفقا لشروط معينه حددها قانون المرافعات. هنتكلم تفصيليا، ناخد تليفون ونرجع لموضوعنا تاني. الاستاذ ملاك، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اتفضل يا استاذ ملاك. في الحقيقه هو في حاجتين. اتفضل. عندي المتهم حضر جلسات الاستئناف ما عدا اخر جلسه. ايه يا فندم؟ المتهم كان عامل استئناف وحضر جلسات بعد كده وطعم بالتزوير، وجه الطب الشرعي أيد ان التوقيع توقيعه والبصمه بصمته. ده على شيك يا فندم ولا ايه؟ ايصال امانه. ايصال امانه. طيب حضر جلستين ثلاثه وبعد الطعن بالتزوير، واخر جلسه ما حضرهاش. فالقاضي اداله 6 شهور و1000 جنيه. تمام. ايصال امانه يا فندم. ايوه فندم. وبعد كده هرب من 16/3/2019 واتمسك يوم الاربعاء اللي فات. عمل معادله استئنافيه، فهو واخد في الحكم حضور اعتباري. حضور اعتباري بحكم القانون. فهل المعادله الاستئنافيه اللي عملها محبوس، ولا المعادله الاستئنافيه يعملها ويخرج لغايه ميعاد الجلسه؟ في اي استفسار تاني يا فندم؟ الاستفسار التاني. النقطه الاولى واضحه يا ست. على المستاجر حكم استئنافي. نعم. وكان عامل استئناف في الحكم. ده المستاجر حضرتك رفعت قضيه طرد يا فندم؟ فسخ عقد الايجار. فسخ عقد الايجار. فهل من حق اخد منه ايجار بعد كده، ولا استنى لغايه تنفيذ الحكم؟ ده بيتوقف على حضرتك رفعت دعوى الفسخ تأسيسا على ايه؟ تأسيسا على انه ما كانش بيدفع الميه. ما كانش بيدفع ملحقات الاجره. من ملحقات الاجره. كانت بقى حضرتك. واول درجه حكمت بفسخ العقد. استأنف. تمام. الاستئناف ايد الحكم بتاع اول درجه. الاستئناف ايد الحكم بفسخ عقد الايجار. فسخ عقد الايجار. لو تمام. فهل اخد منه الايجار؟ ولا كده العقد مسموح؟ وليه تاخد منه الايجار بتبدا في اجراءات التنفيذ؟ نعم. ليه تاخد منه الايجار بتبدا في اجراءات التنفيذ؟ ما هو التنفيذ المفروض بعد لما استلم الصوره الرسميه بتاع الحكم. يعني حضرتك عاوز تاخد القيمه الايجاريه خلال فتره تنفيذ الحكم، المسافه ما بين الحكم وما بين التنفيذ. هتاخدها منه رضاء؟ نعم. رضاء ولا بإنذار عرض؟ لا، هو بيبعتها بإنذار عرض. بتستلمها باعتبارها وبتكتب كده على الإنذار، اكتب كده في ورقة وقلم. ايوه. مع تحفظي. معاك ورقة وقلم يا أستاذ ملاك؟
اتفضل يا فندم. مع تحفظي بان المبلغ المعروض. ايوه يا فندم اكتب ايه؟ مع تحفظي بان المبلغ المعروض. مع تحفظي المبلغ المعروض هو مقابل انتفاع. هو مقابل انتفاع ولا يعد من ولا يعد ولا يعد تنازلا مني. تنازلا مني عن الفسخ. عن الفسخ. شكرا استاذ ملك. شكرا فندم. شكرا فندم. الاولانيه اللي هو الاستئناف, واذا كان يعمل معارضة استئنافيه ويطلع ولا يفضل محبوس ولا لا. هنا لازم يراجع الحكم نفسه. اذا كان الحكم هيلاقي الحكم فيه حاجه اسمها كفاله بحبس المتهم 6 شهور وكفاله قد كده. تفرق؟ اه طبعا بيدفع الكفاله لايقاف تنفيذ الحكم, وبساعتها بيعمل معارضه, وطالما مسدد الامانه بيحق ليه ان هو بيطلع. بس لو القضيه متحركه بطريق الادعاء الغير مباشر اللي هو عن طريق جنحه اسم, هيبقى في جلسه الاستئناف لازم يحضر بشخصه. تمام. لو الجنحه متحركه بطريق الادعاء المباشر اللي من حقه انه يحضر بالتوكيل طبقا لاخر تعديل لقانون الاجراءات الجنائيه. سيادة المستشار, بالنسبة لطرق الطعن, حضرتك قلت انه في اول طريق من طرق الطعن اللي هو الاستئناف, ولازم الاستئناف خلال 40 يوم. لا خلال 40 يوم. لو عكسنا الموضوع وصدر ضد حكم وعدى ال 40 يوم يضيع حقي ولا هناك اجراء في الاستئناف؟ ليس هناك طريق اخر للطعن. طالما في هناك موصول وصفة ليا في القضية وحضرت وباين من مدونات الحكم ان انا حضرت في جلسات المحاكمة, وعدى 40 يوم من تاريخ الطعن بالحكم, بيضيع الحق. بيضيع الحق في, لان لو احنا فتحنا الموضوع دوت ان ممكن تستأنف بعد يوم ال 45 وال 50 ممكن يقيس على كده. صحيح. يبقى في مماطله وتسويف لتنفيذ الحكم, بيفقد الحكم الهيبه بتاعته بصدوره من هيئه قضائيه بتحمل صفه الالزام. معنا الاستاذ رضا. مساء الخير. الو. اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتفضلي حضرتك. اتفضلي حضرتك معانا. أيوة. على الهواء يا فندم. ايوه سياده المستشار. تحت امرك يا فندم. انا عندي شقه كان والدي ووالدته عايشين فيها ومتوفيين الاثنين, وجات اختي قعدت فيها. الشقه دي تمليك ولا ايجار يا فندم؟ لا تمليك. دي بتاعتكم. استاذه رضا نستأذنك. أيوة. وطي التلفزيون بعد إذن حضرتك. حاضر. شكرا يا فندم. طبعا أختي جت وقعدت فيها. ومش عايزة تدينا حقنا خالص, بتقول لك ما معيش. ومش هبيع. عملتوا إعلان وراثة يا فندم؟ عاملين إعلان وراثة لينا كلنا إحنا بنات. فمش عايزة, بتقول لك أنا ما معيش أديكم. وأنا مش كلكم بنات؟ أربعة. كلكم أربعة يعني التلتين. طب ومين داخل معاكم في الميراث؟ لأن في تلتين كده. لا ما فيش حد, إحنا بس. طيب واحدة من الأربعة هي المستأثرة بالشقة التمليك. بنتين. حضرتك اللي الشقة واحدة منهم. حضرتك معاكي مستندات ملكية الشقة؟ نعم. معاكي مستندات ملكية الشقة بتاعت الوالد؟ معايا ورق من المحكمة. نعم؟ معايا ورق من المحكمة بس مش يعني مش عايزة أشتكي أختي. طب ما هو يعني حضرتك بتسألي على المسلك القانوني ولا المسلك الرضائي؟ يعني الرضائي لازم تقعدوا مع بعض, لكن لو عايزة الإجراء القانوني. لا أنا عايزة إجراء قانوني. إجراء قانوني. طيب يا فندم شكرا. العفو. إيه الإجراء القانوني هنا؟ القسمة ممكن تبقى رضائية إذا كان تم التراضي, لكن لو قسمة قضائية إيه إجراءاتها؟ هو يتعذر القسمة القضائية بالنسبة للشقة عشان أربعة يستخدموها تتقسم ما بينهم, يبقى في استحالة في التنفيذ نفسها. في الحالة دي بنرفع حاجة اسمها دعوة فرز وتجنيب, وبنكتب في العريضة بتاعتنا في الطلبات, وفي حالة تعذر القسمة يصير البيع بالمزاد العلني, وبتتم بيع الشقة بالمزاد العلني, وبيتقسم حاصل البيع ما بين الورثة كلا حسب حصته اللي هم بنات, هيبقى بالتساوي فيما بينهم. سيادة المستشار, يعني تطبيقيا وعمليا بنسمع من بعض السادة الضيوف بيقولوا انه في صعوبة بالنسبة للدعوة الفرز والتجنيب, صعوبتها في ايه؟
هو صعوبة الفرز والتجنيد في حاجة واحدة يعني، ودي توترت عليها الأحكام، بس بتصير لابسة عند البعض للأسف من أزات سياني. فرز والتجنيد لو ما بين اتنين نتيجة الملكية نتجت ليهم عن طريق تعامل مباشر، يعني ألف وبيه راحوا اشتروا أرض مع بعض، الأرض مش مسجلة، أيوة ينفعش ان انا ارفع بيها دعوة فرز وتجنيب. يعني شرط اساسي لرفع دعوة فرز وتجنيب، ما انا هقول لحضرتك ده اللي بيصير اللبس، وعشان بس يبقى الموضوع واضح ما بين الجميع، عشان محكمة النقض كانت قالت في حكم مهم اول الموضوع ده. تمام. لو نتيجة الملكية قالت لحضرتك عن طريق تصرف طبيعي مش بالميراث، يعني ببيع وشراء، ما بين 3 4 اشتروا عقار ارض شقه، هنا مش هقدر افرز واجنب طالما الملكيه مش مسجله. تمام. لكن قالت ليا بالميراث، بالميراث طبقا للقانون المدني، ودي محكمه النقض فسرت الكلام ده في حكم واضح صريح جدا في الموضوع دوت، ان هنا الملكيه احد اسباب كسب الملكيه هي الميراث، فلست في حاجه الى الفرز ان يكون الملكيه مسجله عشان اعمل دعوى فرز وتجنيد. وده للاسف في احكام بيجي في قضايا في الميراث المستشار دي عاوزين ناكد عليها. يعني لو قال الشيء على سبيل المثال، لو الملكيه ما بين الاشخاص وبعضهم وهم زالوا على قيد الحياه ناتجه عن تصرف طبيعي ليهم، شراكه او شراء او اي ما يكون من انواع عشان اعمل فرز وتجنيد، لازم الملكيه تبقى مسجله، لان ده بيعتبر لو احنا فتحنا الموضوع دوت هيبقى بنفتح باب التحايل على التسجيل بباب خلفي، بنفتح باب خلفي للتسجيل بطريقه معينه، ان الارض ما ينفعش نتسجل، فبنرفع دعوه فرز وتجنيب. فرز وتجنيب ده بيكون مقام حكم من احكام ثبوت الملكيه، فهنا قال لك لا لازم تكون مسجله قانون الشهر العقاري. لكن لو قالت بالميراث، لكن لو قالت بالميراث ده احد اسباب الملكيه، احد اسباب تمام الملكيه الميراث ووضع اليد والتقادم والكلام ده، هنا مش محتاج ان يكون مسجله. تمام. ولما بيصير نزاع زي كده ما بين الاخوه او الاخوات في زي الموضوع اللي قالته الاستاذه رضا، بعمل دعوه فرز وتجنيب. ولو امتنع عن تنفيذ والحصه بتاعتي او الكلام دوت، انا ممكن اطالبها بالريع، باعتبار اني على الاقل المكان ده لو بتاجر قانون جديد بتبقى مبلغ 1,200. يعني ممكن طالب سيادة المستشار ان خلال رفع دعوة فرز والتجنيب المطالبة بدعوة فرعية بالريع واحتبس من الجزء اللي بيستحق ليا يتنفذ بيها الحكم على الحصة اللي هيتحكم له بيها، ويستفيد بيها خلال فترة النزاع القضائي. ما انا مش هاجي مثلا النهاردة في شقة بقعد فيها 5-6 سنين. شقة 5-6 سنين دي ايجارها لو هنقول في الشهر ب 2000 جنيه يعني في السنة ب 24,000، في الخمس سنين احنا عدينا ال 120 الف جنيه ولا الكلام دوت، واجي بعد كده اجي اقتسم معاك نفس القدر. صحيح. معنا تليفون تاني يا فندم بعد اذن حضرتك. الاستاذ ميلاد، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ نشأت. مساء الخير يا فندم، اتفضل. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا بحضرتك. وانت طيب يا فندم؟ وحضرتك طيب يا فندم. انا اولا بس بشكر حضرتك على البرنامج المحترم دوت. احنا بنشكرك يا فندم ان هو عرفنا بسياده المستشار ميلاد داوود. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. بصراحه سياده المستشار لما طلبنا منه على موضوع مرتبات، عندنا مشكله في المرتبات بتاعتنا، بصراحه الراجل ابدا يا استاذ ميلاد، انا قلت لك الحاجات دي خليها يقف جنبينا ومن غير مقابل لغايه لما ناخد حقوقنا بصراحه. يا استاذ ميلاد، انا قلت لك خلي الكلام ده بيننا ما بين بعض، يعني انت كده لا ما يصحش. طب في اي استفسار استاذ ميلاد؟ سياده المستشار انا لازم اشكرك قدام الناس كلها. لا ما طب في اي استفسار يا استاذ ميلاد؟ راجل محترم جدا جدا. شكرا. يعني الله يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. سيادة المستشار، يعني احنا اتكلمنا عن طرق الطعن العادية، حضرتك قلت اللي هو الاستئناف والنقض. النقض خلال مدة النقض خلال 60 يوم، بس مش طريق عادي، هو طريق غير عادي، طريق غير عادي، هو التماس إعادة النظر. هل في جميع القضايا من الممكن ان انقض الحكم، ولا في قضايا معينة لا يجوز نقض الحكم فيها؟ في حاجة اسمها نصاب نهائي ونصاب انتهائي، وفي احكام غير قابلة للطعن فيها بالاستئناف والكلام دوت، دي بتختلف. دي حضرتك احنا لو حبينا نتكلم مثلا عن نوعيه الاحكام، في تسع انواع من الاحكام، ممكن نخصص لها حلقه دي ممكن نخصص لها حلقه. طيب. لكن بيبقى في احكام بطبيعتها غير قابله حتى للاستئناف، زي الاحكام القضايا الاسره مثلا، زي قضيه الخلع.
بيبقى ما ملهاش استئناف. تمام. ملهاش علاقه بالموضوع ده. ايه المسوده، مسوده الحكم؟ وهل انا ممكن يعني بنسمع ممكن انا انفذ الحكم بالمسوده ما انتظرش نسخ الحكم؟ دي في حاله الضروره وحاله الاستعجال، زي مثلا القضاء الاداري، في القضاء الاداري اعلان نتيجه انتخابات، اعتراض على نتيجه كليه، الحاجات التي لا تحتمل ان انا هنتظر لنسخ الحكم والكلام ده. وكصفة عامة لو هنتكلم عن تنفيذ الأحكام أو إيقاف تنفيذ الأحكام، يجوز للمحكمة بفرض كفالة، سواء لو أنا أجي أوقف تنفيذ تفرضها على طالب الإيقاف دوت، وبعد كده بتصادر زي مثلا موضوع التماس إعادة النظر. أيوة. بتحط كفالة وبتصادر بعد كده لو أن أنا التماس السبب بتاعي لم أوفر فالتماس إعادة النظر. معنا تليفون يا فندم، نكمل موضوعنا. الأستاذ بشوي، تفضل. استاذ بشوي، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اتفضل. بعد اذنك اتفضل يا فندم. انا عندي شقه ايجار 59 سنه. حضرتك مستاجر ولا مالك؟ مستاجر 59 سنه، اتفضل. اتفاجئت ان صاحب البيت كسب قضيه بالطرد امريكاني، ما جانيش اي اعلانات. تمام. ايوه. الكلام ده كان امتى يا فندم؟ من 18/12 2019. دعوة طرد ولا دعوة إخلة؟ فسخ عادي. طرد. دعوة مستعجلة يعني؟ لا، فسخ. دعوة فسخ. فسخ عادي الإيجار. حضرتك ما سددتش عادة إيجار؟ لا، دفعت. أنا دفع في المواعيد في المحكمة. تمام. طيب عملت إيه بعد ما عملت إيه بعد ما جالك الحكم 18/12؟ عملت استئناف، رفعت دعوة استئناف. تمام. ماشي. المشكلة ان انا ما استلمتش اي اعلان ولا تعلمت باي جلسة. تمام. بس هو في لما جاني يسلمني المحضر صورة الحكم، هو ما جاش طبعا، كتب في الاعلان بتاع الحكم ان رفض شخصه الاستلام. المحضر كتب رفض شخصه الاستلام. وده ما حصلش. فانا موقفي كويس ولا في مشكله في القضيه؟ بص حضرتك، انت في الاعلانات القضيه، في اي استفسار تاني يا فندم؟ في اي استفسار تاني استاذ بشوي بخصوص الاشكال بقى؟ هو المحامي بيقول لي انا بحاول اكسب وقت، ولما يجي لك المحضر تاني، لان المحضر جه وما لقناش، فقال لي احنا بنكسب وقت، وقت ما يجي لك او قبل ما يحدد معاك تاني هنعمل الاشكال. فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ لا ثواني بقى حضرتك دلوقتي، دي اشكال، هو عد عليك مواعيد الاستئناف ولا دي دعوه مستعجله؟ لا، دعوه عاديه، وهو استنى ال 40 يوم من بعد الحكم. مين اللي استنى؟ طبعا عشان ينفذ لازم يعلمني بشرطه الحكم. مين اللي استنى يا فندم؟ صاحب البيت. طب حضرتك مش انت اللي اتحكم عليك يا فندم؟ اه. طب انت انتظرت خلال ال 40 يوم ولا خلال ال 40 يوم استأنفت؟ انا ما علمتش بيه يا فندم، انا اول ما عرفت ان المحضر جاي ينفذ عملت الاستئناف. طيب حضرتك بتجيبي ورق القضيه في انذار الاول اللي بيسبق الدعوه، وصحيفه الدعوه، واعاده الاعلان، الاستاذ المحامي الزميل اللي حضر لحضرتك الاستئناف بيبقى فيه في الظهر حاجه اسمها واعلن لدى جهه الاداره بالمسجل رقم كذا، هتلاقي حرف ار بالانجليزي وجنبيه رقم دوت، هتطلع على البريد. تمام. هتجيب شهادات ان انت لم تستلم هذه الاعلانات. تمام. وتروح حضرتك تقول كلمتين في المحكمة يبوظوا القضية لو انت ما استلمتش الاعلان. كلمتين ايه بقى حضرتك؟ بطلان صحيفة الدعوة. ما هو كتب كده في الاستئناف. طيب انت حضرتك بتسألنا بقى ايه اللي حضرتك تعمل؟ انا موقفي في القضية كويس. ما اقدرش اقول لحضرتك موقفك ايه كويس الا في التواريخ، والاستاذ الزميل اللي بيتابع لك القضيه اكيد هو ادرى مني بالورق، بحكم ان الورق والتواريخ والشهادات تحت ايده. يعني هنا يا استاذ بشوي سياده المستشار بياكد ان المواعيد والتواريخ هي اهم يا فندم. صح. نعم. لازم اذن من القاضي عشان اجيب شهاده البريد. ده اهم مستند عندك شهاده البريد. ماشي. مش لازم اخد اذن من القاضي بكده؟ انت الموضوع يخصك انت. الموضوع يخصك، مش محتاج تصريح، لان القاضي في بعض الدوائر اتجاهاتها، انت لو رحت وطلبت من البريد، البريد مش هيقول لك لا.
تمام. فانت ليه محتاج تصريح من المحكمه في حاجه تخص طالما متاح يا فندم؟ يعني طالما انا ما اعلنتش بحاجه موقفي كويس. انت لسيناه في امتى؟ اول جلسه 15/3. حضرتك الحق جيب الشهادات دي تقدمها يا فندم ولا استنى اذن القاضي؟ اللي يريحك بقى يا استاذ. استاذ بشوي، سياده المستشار اكد كويس. استاذ بشوي يفضل ان حضرتك تاخد الخطوه دي، وطالما مش محتاج الامر اذن من القضاء يبقى ممكن تحصل على الشهاده من البريد زي ما قال سياده المستشار. سياده المستشار اذن نخرج فاصل، بعد الفاصل نكمل موضوعنا على الاحكام القضائيه وطرق الطعن عليها. اعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضرتك.